بكم مرة ثانية وفي هذه اللحظات بعد غيبة طويلة أيضا عن هاتني 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 متألق في مجال التعليق محمد بن سعيد بن معدن. نرحب بأجمل الترحيب وأنقل الميكروفون ليتابع هذا الشوط بصوته المميز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبر الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وبركة. قبل لحظات أيها الأخوة، قبل لحظات انطلق الشوط الثالث والعشرين بالجعدان لقاية المهجنات الأصايل المحليات الأصايل لأبناء القبائل، انطلاقة موفقة وسليمة. مشاهدينا الكرام، المسافة 4 كيلومترات. بنعود إلى مقدمة الشوط، نلقى المركز الأول اللي هو مقدام السيد محمد بن سعيد بن سليم الاجتبي، بينما المركز الثاني هناك بولعيون السيد ثاني بن علي بالضبع الدرمكي، ما أخذ المركز الثاني. المركز الثالث هناك الفارس، أخذ المركز الثالث السيد حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي. والمركز الرابع، رابع المراكز، شاهين السيد سلطان بن عبيد بن حمد بالصوب الاجتبي. والمركز الخامس، خامس المراكز، هناك سراب السيد احمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، خذ المركز الخامس. المركز السادس، بنشوف المركز السادس، هناك غزيلان السيد خميس بن راشد بن مرخان الاجتبي، ما اخذ المركز السادس. المركز السابع، سابع المراكز، اصبح من نصيب غازي السيد علي بن خليفة بن بليشة الاجتبي، خذ المركز السابع. والمركز الثامن، ثامن المراكز من الجنب الثاني، هناك المركز الثامن، المركز الثامن غزو السيد محمد بن علي بن راشد بن كليب، خذ المركز السابع. والمركز الثامن، بنشوف المركز الثامن، جلمود السيد خليفة بن سالم الضبيعي الاجتبي. والمركز التاسع، تاسع المراكز، بنشوف المركز التاسع، النادر السيد مطر بن عبيد بن مطر بن غراب الاجتبي، خذ المركز التاسع. والمركز العاشر، عاشر المراكز، شمعدان السيد عبد الله بن سالم بن دلموش الاجتبي. هذه هي النتيجه، نتيجتنا للعشره المراكز الاولى، عديناها على حضراتكم بالوفاء والتمام. هذه مشاهدينا الكرام، بنعود الى مقدمه الشوط. هناك المنافسة قوية، هناك بيستوي التحدي، التحدي على المركز الأول. بالعيون يطالع قدام، هناك بالعيون السيد ثاني بن علي بالضبع الدرمكي، ماخذ المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني من الجنب الثاني، بنشوف المركز الثاني، هناك في المركز الثاني، في المركز الثاني من الجنب الثاني اللي هو سراب السيد احمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، ماخذ المركز الثاني. والمركز الثالث هني مقدام خذ المركز الثالث السيد محمد بن سعيد بن سليم، ماخذ المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المراكز، هناك غزو السيد محمد بن علي بن راشد بن كليب الاجتبي، خذ المركز الخامس الرابع. والمركز الخامس هناك عندك يا ابو محمد، عندك يا ابو محمد شاهين، ماخذ المركز الخامس السيد سلطان بن عبيد بالصوب الاجتبي، ماخذ المركز الخامس. هذه هي الخمس المراكز الاولى، عديناها على حضراتكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. هناك على المركز الاول، ما زال بالعيون، يعني ماخذ المركز الاول، متمسك بالمركز الاول من بداية الانطلاقة. والمركز الأول مشاهدي الكرام، بولعيون السيد ثاني بن علي بالضبع الدرمكي، ماخذ المركز الأول. المركز الثاني من الجنب الثاني، أصبح من نصيب المركز الثاني اللي هو سراب السيد أحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، ماخذ المركز الثاني. المركز الثالث أصبح من نصيب المركز الثالث اللي هو شعار بكليب غزو السيد محمد بن علي بن راشد بكليب الاجتبي، ماخذ المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدين الكرام، اللي ماخذ المركز الرابع عندك يا بن سليم اللي هو مشاهدين الكرام مقدام ماخذ المركز الرابع. مقدام اللي ماخذ المركز الرابع مشاهدين الكرام،
هناك ايضا شاهين على المركز الخامس. على العموم على المركز الخامس شاهين للسيد سلطان بن عبيد بصوب ماخذ المركز الخامس، وهذه النتيجه الخمسه المراكز الاولى. خلونا يا جماعه خلونا نتجول هنا عند المركز الاول والثاني والثالث، ما شاء الله بالعيون بالعيون ماخذ المركز الاول. يلا خلك تطالع سيده حتى خط النهايه. ها الجماعه قادمين، الجماعه قادمين يترصدون يترصدون يطالعونك. وين بتبعد عنهم ولا بتقرب لهم؟ خلك مع المركز الاول بالعيون مشاهدين الكرام، ماخذ المركز الاول السيد ثاني بن علي بالضبع الدرمكي ماخذ المركز الاول. المركز الثاني اصبح من نصيب المركز الثاني سراب السيد احمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث هناك اللي قادم مرفوق اللي هو مرفوق لعيد بن صغير السيد عيد بن صغير بن قنون لجتبي ماخذ المركز الثالث. هذه النتيجه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بول عيون خلاص كعوايده بالمركز الاول كعوايده. هذا المركز ياخذ المركز الاول مشاهدينا الكرام بدون منافس على الاطلاق. تهانينا والناموس وسلام سلام يا العين سلام سلام يا هيلي سلام. تهانينا والناموس السيد ثاني بن علي بالضبع الدرمكي المركز الثاني سراب لاحمد بن حميدان السيد احمد بن حميدان، والمركز الثالث مرفوق لعيد بن صغير السيد عيد بن صغير المركز الرابع. والتوقيت الزمني مشاهدي الكرام ست دقائق 26 ثانية مشاهدي الكرام سجلهم بالعيون. تهانينا والناموس